التاريخ الرئيسية الرابطة بين تبرقة وعين دراهم. السبب هو الالتفاف حول مطالب المشروعة لأهالي جبلة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بقدرة بخمسة هكتارات قطعة لبناء مدرسة إعدادية في جبل. لكن فوجئنا بحضور السيد وتم تحويز قطعة أرض لوزارة من أملاك الدولة إلى وزارة التربية. لكن فوجئنا بالأمس بوجود وفد قادم من وزارة التجهيز، وفد قادم من المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، ووفد قادم من وزارة أملاك الدولة فرع جندوبة، وأكدوا لنا أن صبغة الأرض في المدة الأخيرة تم تحويلها من أرض بناء مخصصة لبناء مدرسة جبلة إلى أرض صناعية، وهذا دليل على أن العملية فيها شبهات كبيرة تمت بين قوسين تحت حتى. ونحن أهالي جبلة متمسكون بحقنا في إعدادية، لأن وضعية تبرقة وضعية متردية على مستوى التربية، حيث أن يعني القسم فيه تقريبا 35 إلى 40 تلميذ. تفضل. ميرسي.